بالفعل احمد، وصول المستشار الالماني اولاف شولتز الى تركيا يحمل اهميه خاصه، لانه سيركز بمناقشاته ومحادثاته مع كبار المسؤولين الاتراك على الازمه الاوكرانيه وعلى كل تفاصيل ما يحدث هناك ميدانيا وحتى على المستوى السياسي، ودعم جهود الوساطه او محاولات الوساطه التي تقوم بها تركيا وتحاول ان تسوق نفسها اذا صح التعبير في هذا الجانب. سيتم خلال المحادثات التي ستبدأ بعد نحو ساعتين من الآن التركيز بشكل كبير جدا على تفاصيل الملف الأوكراني فيما يتعلق في كل الملفات، والتنسيق بين تركيا وألمانيا من جهة وتركيا والاتحاد الأوروبي من جهة ثانية، وأيضا بين تركيا وحلف الناتو الذي تحمل الدولتان عضويته، تركيا وألمانيا هما عضوان في حلف الناتو، وبالتالي هناك عدد كبير جدا من الملفات المشتركة التي من الممكن التعاون فيما بين أنقرة وبرلين بخصوصها. ومن هذا المنطلق تأتي هذه الزيارة وهذه المحادثات. أولاف شولتز وصل عمليا على رأس وفد كبير، ستتم محادثات ثنائية بينه وبين إردوغان، ثم ستليها محادثات بين الوفدين الكبيرين للبلدين، ثم ستكون هناك سيكون مؤتمر صحفي مشترك بين إردوغان وشولتز للحديث عما تم بحثه وما تم الاتفاق عليه عندما تنتهي هذه المحادثات. بالمحصلة التركيز الكبير الآن هو على الملف الأوكراني، وهذه الزيارة طبعا تأتي ضمن النشاط الدبلوماسي الكبير الذي تلعبه كل من أنقرة وبرلين. أنقرة تحاول أن تقوم بدور الوساطة بين الجانبين التركي والروسي والأوكراني عفوا، وتحاول أن تنسق، نتحدث عن الرئاسة التركية، تحاول أن تنسق للقاء يجمع الرئيسين الروسي والأوكراني هنا في تركيا، ولكن التحديات صعبة جدا. وهذه الزيارة تأتي في ظل عدد كبير من التحديات التي تواجه الجانبين بخصوص هذا الملف. إضافة إلى كل ذلك أحمد، نستطيع القول أنه سيتم بحث ملف الدعم العسكري لأوكرانيا، أخذا بالاعتبار أن الجانبين قد يتعاطيان إيجابيا مع هذا الملف، أخذا بالاعتبار أيضا أن تركيا تسلم طائرات من دون طيار بايركتار، طائرات بايركتار إلى أوكرانيا، وتستخدم هذه الطائرات في العمليات العسكرية الدائرة وفي الحرب الدائرة في مختلف المدن والمناطق في أوكرانيا. من جهة ثانية ألمانيا لديها وجهة نظر مهمة في هذا الإطار، وبالتالي التعاون بين الجانبين في هذا الإطار هو تعاون مهم جدا. موضوع الدعم العسكري هو من أكثر الملفات حساسية وربما خطورة إذا صح التعبير، لأن هناك موقف واضح من الجانب الروسي بأنه قد يستهدف أو على استعداد بأن يستهدف أي دعم عسكري يقدم إلى أوكرانيا. الملفات كثيرة وشائكة، سياسية دبلوماسية اقتصادية وتجارية وصولا إلى عسكرية وأمنية، كلها على طاولة المحادثات اليوم بين إردوغان وشولتز، وننتظر ما الذي سيتم الإعلان عنه بعد انتهاء هذه المحادثات في المؤتمر الصحفي مساء اليوم.